في حاجات كتير احنا بنعملها وغلطات ممكن ما بناخدش بالنا منها، نلاقي الولد بيعملها زينا بالظبط. زي ايه؟ زي الكذب، زي الحلفان. يعني ممكن انا اكون بتكلم في التليفون ومش عايزه اكلم حد معين، واقول مثلا لابني لو هو بيتكلم في التليفون وقال له مثلا انا عايزه اكلم ماما، فشاور له لا، قول له ماما مش موجوده. فانا كده علمته الكذب من غير ما اخد بالي، فهو بعد شويه هيعمل نفس اللي انا بعمله. او لو انا مثلا قاعده بحكي موقف لحد، وطول ما انا بحكي الموقف عمال احلف، فهو بيجي يكلمني بعد شويه هلاقيه هو كمان بيحلف. فلما اجي اقول له لا ما تحلفش وما ينفعش نقول كده، يقول لي ماما ما انت لسه عامله كده. فاحنا دي حاجات ممكن نكون بنعملها من غير ما ناخد بالنا، بس للاسف ولادنا بيعملوا ذا سيم، نفس اللي احنا بنعمله بالظبط. فدي يعني، والتوبيخ، يعني لو انا في كلامي على طول ان انا بشتم طول الوقت، كلامي كله شتيمه، هلاقي الطفل برضه هو كمان بيتعلم مني، وهتلاقي كل كلامه سواء في الحضانه او في المدرسه هتلاقي كل الفاظه برضه كلها شتيمه.